تكامل قاري، عمل مناخي، تعاون أمني، واستثمار أخضر، ملفات هامة ظلت على طاولة الكوميسا منذ يومها الأول، واليوم تختتم أعمال القمة 22 لرؤساء دول وحكومات تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي كوميسا في العاصمة الزامبية لوساكا. وسط تحديات جمة تواجهها القارة الإفريقية متأثرة بأزمات عالمية، فهل تحقق القمة التكامل القاري؟ القمة جاءت تحت شعار التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا مزدهرة مرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة، إذ يعد التكامل الاقتصادي حلماً تأمل الدول الإفريقية في تحقيقه عبر تعزيز التعاون جنوب-جنوب، كما وضع القادة الأفارقة نصب أعينهم مناصرة نهج إقليمي للعمل المناخي. التعاون الأمني جاء على رأس أولويات القمة أيضاً، إذ تواجه الدول الإفريقية تحديات أمنية جمة تلقي بظلالها على مختلف النواحي الاقتصادية منها والاجتماعية، وتتطلب مواجهة حاسمة وتكاتفاً بين دول القارة لمواجهته، كما ترغب الدول في تبني أجندة قارية لضمان الأمن الغذائي عبر مزيد من التكامل في القطاعين الزراعي والصناعي، إذ يسهم تعزيز الاستثمارات بين دول الكوميسا في تمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لبلدان القارة. قمة الكوميسا شكلت فرصة لزعماء المنطقة لإظهار الوحدة والتضامن في مواجهة التحديات التي واجهت الدول الأعضاء خلال السنوات القليلة الماضية، إذ بحث القادة الأفارقة قابلية المنطقة للتأثر بالصدمات الخارجية مثل وباء كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. تأتي القمة في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات اقتصادية وأمنية تعيق الوفاء بأهداف اتفاق مالابو 2025 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 جراء تأثر بلدانها بالصدمات الخارجية.